السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين عرب. اصدقائي، وجد اثبات السحب من داخل موقع 696 كوين، طلعوا تقريبا 69 سنت. طبعا اصدقائي، السنت كانت اول شيء بوضع البند 19/12/2022، كمان اعطاني اشعار هون يور ويزدرول هاز بين سنت، يعني تم الدفع، وبعث لي على ايميل. شايفين اصدقائي السنت تم الدفع. طبعا هاي الويزدرول اي دي مليون. شايفين اصدقائي، وفينا نقول شوية كسور طبعا من عملة اللايتكوين. إذا رحنا كمان على محفظة الباير، أنا استخدمت الباير مع هذا الموقع. هاي هي الكمية شايفين أصدقائي من عملة اللايتكوين. إذا فتحت المعاملة كمان 19 ديسمبر 2022، الساعة تقريبا 6:45، خلال نص ساعة أو ساعة من طلب السحب كان السحب داخل محفظتي الباير. طبعا كمان هون إثبات سحب من موقع عروض تاني كمان نار. شايفين أصدقائي هون 30 مليون ساتوشي كمان من عملة اللايتكوين. راح أحط لكم شرحه كمان بصندوق الوصف وبطاقات هذا الفيديو كمان مشان تستفادوا من الموقعين. موقعين اصدقائي من افضل المواقع واحسنها. طبعا هذاك الموقع شرحناه سابقا، فرح نركز بالشرح على هذا الموقع اللي هو كوينز بارون. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح يطلعك اياه بصندوق الوصف. طبعا هناك مباشره انا ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. في لينك مباشره يضغطين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحة. نحن بدنا نسجل، مروح على كلمة ريجستر أو التسجيل هاي اللي هون ونضغط عليها. طبعا فيك تقوم بعملية تسجيل طبيعي، اسم مستخدم، ايميل، باسورد، عيد الباسورد، تحل الكباتشا، تاخذ هذا الخط لهون كريت اكونت، بيكون عندك حساب، أو فيك تسجل بحسابك الجيميل، فيك تسجل بحسابك تويتر وحسابك تويتش، اختار اللي أنت بتفضله. طبعا أنا مسجل بجيميل، رح سجل دخول لحسابي. طبعا اصدقائي هاي واجهه الموقع من الداخل، هذا واحد من افضل مواقع العروض مثل ما قلنا. كيف بدنا نكسب؟ بنروح لكلمه ايرن هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا تفتح معنا هاي الصفحه اصدقائي، موجود عروض الريفو، ام ام وول، مونيليكس، ادجيت ميديا، ايت ستوديو، تايم وول، كيوي وول، اوفر تورو، ات سكند ميديا، كلهم موجودين اصدقائي. طبعا مشغلات العروض الاساسيه داخل هذا الموقع. بتمنى هذا الموقع يدفع بشكل شبه فوري، بس توصل للحد الادنى للسحب. الحد الادنى للسحب بعمله اللايتكوين حوالي ربع دولار واكثر شوي بالنسبه للبيتكوين، وهذا شيء كثير كويس وبيدفع على اي محفظه لايتكوين. استخدم دائما لايتكوين، بيدفع على اي محفظه لايتكوين. فيك تستخدم الباير، فيك تستخدم منصات تداول، فيك تستخدم تراست وولت، اتوميك وولت، فوسيت باي، وين ما بدك بيدفع هذا الموقع بعمله اللايتكوين، وهذا شيء كثير منيح. مثلا اذا نروح نشوف مثلا العروض موجوده بالام ام وول وضغطنا عليها. طبعا اصدقائي العروض بتختلف من بلد لبلد، من جهاز لاخر. اذا بتستخدم ايفون غير عن الاندرويد، غير عن جهاز الكمبيوتر او غير عن الايباد، شوف اخي الكريم دائما ممكن يطلع لك عروض مختلفه. مثلا بالنسبه لي طلع لي، شايفين اصدقائي هذا العرض جدا كويس، مثلا لورد موبايل 1650 نقطه. مثل ما قلنا كل 1000 نقطه داخل هذا الموقع هو 1 دولار، يعني هون بدولار فاصلي 6، هون تقريبا ب 20 سنت. طبعا هذا العرض تقريبا بنص دولار، 498 كوين نص دولار، هون تقريبا ب 1 دولار. بتضغط على العرض اخي الكريم بياخذك، بيقول لك لحتى تكسب ميك شور ذات يو ار ا نيو يوزر، انه انت مستخدم جديد تحت اللعبه. شايفين اصدقائي اني مانك قائم هذا العرض سابقا، ومانك مستخدم في بي ان او اي شيء ممكن يعرضك للخطر. بتتم المرحلتين هاي الشغلتين مع بعض، انك توصل لليفل 16 طبعا وما تستخدم في بي ان، بتكسب النص دولار من هذا العرض. هذا العرض متاح بكل الدنيا، وكل العروض تقريبا مشابهه لهذا المبدا. في بعض العروض ممكن يطلب منك مراحل، في بعض العروض ممكن يطلب منك وقت تلعب ساعه ساعتين، في بعض العروض ممكن يطلب منك بس تحميل. طبعا شوف هاي العروض، شوف المتاح بالنسبه لك، وراح تكسب منها شيء كثير منيح. مثلا بنروح على هذا العرض الثاني، بيقول لك العاب وصل للمرحله 501 خلال 10 ايام، ولا تستخدم في بي ان او بروكسي. بيقول لك نفذ التنتين، يعني توصل للمرحله 501 لحتى يعطيك الدولار فاست 2 خلال 10 ايام. يعني بعض العروض ممكن تحدد لك زمن لاتمامها. شايفين اصدقائي طبعا هو شيء ما هو صعب، ممكن توصلها بشكل سهل جدا. طبعا اصدقائي هيك بنكون عروض الام ام وول فتحناها ما فتحناها سابقا بالنسبه لكم. طبعا العمل عليها سهل مثل بقيه العروض نحن دائما بنستخدمها. نستخدم مثلا المونيليكس، اذا ضغطنا على المونيليكس نفس المبدا بيظهر لنا هون عروض على العرض ب 7 دولار، هون ب 8 دولار، هون تقريبا كمان ب 6. شايفين اصدقائي عروض مميزه هون كمان ب 8، ممكن نكسب منهم شيء كثير منيح. كمان في اعلانات، في استطلاعات راي داخل المونيليكس، اذا رحنا على الاعلانات هذا ب 1.4، طبعا هون 0.7، هون الكوينز بارون كمان ممكن نلاقيه. اذا رحنا على الواتش اد طبعا بيفتح معنا الاعلان بصفحه ثانيه. طبعا انتهت، شايفين اصدقائي الخط، كسبنا قيمه طبعا هذا الاعلان واخذنا الكوين. راح يعطيني كسور، راح يعطيني اياهم كوين بشكل كامل وبينضافوا برصيدي بشكل فوري. رح نفتح مثلا الفري كاش، طبعا كمان هيك بكون كسبنا قيمه هذا
العرض، شايفين اصدقائي كمان ضف لي واحد كوين كمان برصيدي، اتابع بقيه العروض كلها بكسب منها مثل ما قلنا من افضل المواقع. فين اصدقائي كمان طرق ثانيه للكسب. اذا نزلنا لتحت اصدقائي بنلاقي استطلاعات راي، عندنا كمان انجازات ممكن نأديها ونكسب منها، كمان في عندنا فيديوهات من الهايد اوت تي في، اذا متاح ببلدك كمان بتشاهد فيديوهات بتكسب على اساسها. هدول الانجازات اصدقائي. في عندنا كمان اذا رحنا على كلمه ريورد هاي اللي هون وضغطنا عليها، طبعا تفتح معنا هاي الصفحه. شايفين اصدقائي اذا 7 ايام ورا بعض بصير بكسب بالحد الادنى اكثر بكثير. طبعا كمان هون هي الضغطه الاساسيه سبين ان 6 اور، يعني انا كل 24 ساعه بفوت بضغط ممكن اكسب من 10 كوين لهذا الرقم، وهذا شيء كثير منيح. كمان فيك تتابع هذا الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص فيه، احيانا بيعطينا كودات كمان ممكن نكسب منه، وفي عندنا رابط الاحاله من كلمه افليت، بناخذ رابط الاحاله الخاص فينا كوبي من عزور الاصدقاء لنستفاد من الموقع بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طيب كيف بنسحب من الموقع؟ مثل ما شفنا نحن قدمنا اثبات سحب ببدايه هذا الفيديو، بروح على ويزدرو. طبعا تفتح معنا هاي الصفحه، الموقع بيدفع باللايت كوين بالبيتكوين، 201 كوين الحد الادنى للسحب بالنسبه لللايت كوين، البيتكوين اعلى شوي 300 كوين شايفين اصدقائي، وفي عندك كمان جوجل بلاي ممكن تسحب فيها، ستيم، طبعا في عندك هدول الطرق كمان كلها تسحب فيها. مثلا اذا رحنا على اللايت كوين، وانا بفضل اللايت كوين مع هذا الموقع، بتحط عنوان محفظتك اللايت كوين هون، بتحط الكميه اللي معك اقل شيء 201، بتاخذ الخط لهون وبتطلب السحب. طبعا اذا قال لك انه المعادل تغير انك تاخرت لحتى حطيت يعني فينا نقول الادرس او العنوان الخاص باللايت كوين، حدث الصفحه وضيفهم بشكل سريع مشان يعطيك المعادل بشكل صحيح. مثل ما قلنا اقل شيء 201 نقطه، يعني شيء بسيط 20 او 25 سنت، وهذا شيء كثير كويس بتنفذ هذا المبدا بالنسبه لبقيه الطرق. بالنسبه للبيتكوين اذا ضغطنا عليها، طبعا الحد الادنى للسحب بالنسبه للبيتكوين هو 30 سنت اضافه لضريبه هون عاليه شوي نص دولار، شايفين اصدقائي؟ فاستخدم اللايت كوين، ضريبه اللايت كوين ابسط بكثير، هي 10 سنت فقط لا غير. طبعا واذا استخدمت البيتكوين استخدم محفظه نظاميه مثل تراست وولت او الفوشت باي او منصه تداول عنوان البيتكوين فيها ثابت مثل منصه تداول باينانس او كيو كوين، لا تستخدم الباير ما بيستقبل اقل من 1000 ساتوشي من عمله البيتكوين، يعني شوي عالي حتى الاستقبال على الباير بالنسبه لعمله البيتكوين. اما بالنسبه للايت كوين بتسوي ما بدك على اي منصه تداول على اي محفظه، انا بستخدم الباير بشكل اساسي مع عمله اللايت كوين بالسحب من هذا الموقع. طبعا اصدقائي بعيد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه بشكل خاص، اكتبوا لنا اياه بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.